في حلقة هذا الأسبوع من برنامج هنا حمص، هدنة حي الوعر تتهاوى بتهاوي هدنة وقف الأعمال العدائية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داب القلب داب القلب بنار البعد يا ناس واويلي، ودارنا تبكي على سكانها وتصيح واويلي، حمص العدية شيدت شبان بعمر الورد واويلي. نستعرض وإياكم مشاهدينا الكرام في بداية الحلقة ملخصاً للأحداث الميدانية والعسكرية في محافظة حمص خلال الأيام الماضية. الاثنين، شهيدان و15 جريحاً في قصف مدينة تلبيسة بالبراميل المتفجرة، وأطال القصف تير معلى وتلول الحمر وسيلة والسعن الأسود. 3 جرحى من المدنيين جراء قصف مدفعي استهدف بلدة تل دو في منطقة الحولة. الثوار يقنصون 3 من عناصر الشبيحة أثناء محاولتهم التسلل من جهة سد تل دو في الحولة. قذيفة مدفعية تسقط جريحا في بلدة الغنطو بالريف الشمالي. الثوار يستهدفون بصواريخ الجراد معاقل الأسد في حيي النزهة وكرم اللوز المواليين بمدينة حمص. الثلاثاء، ميليشيا الأسد في بساتين حي الوعر تقصف منازل المدنيين بالقرب من الجزيرة السابعة بعدة قذائف. الأربعاء، قصف مدفعي يستهدف بلدة الغنطو وجبهات بلدتي أم شرشوح والهلالية بالريف الشمالي. الخميس، استشهاد مدني جراء غارات جوية استهدفت مدينة تلبيسة، وشمل القصف دير فول والعامرية وعيون حسين والقنيطرات وعسيلة والحولة وتير معلة. الجمعة، شهيدان من عائلة واحدة وعدد من الجرحى نتيجة قصف جوي على مدينة الرستن. ميليشيا الأسد تطلق النار على منازل المدنيين في حي الوعر المحاصر بمدينة حمص. السبت، اشتباكات متقطعة بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهة قرية أم شرشوح وسط قصف مدفعي على المنطقة. وقد بث الناشطون خلال الأسبوع الماضي مقاطع مصورة للأحداث الميدانية، نتابع ما انتخبناه منها.
100,000 مدني يرزحون تحت الحصار من جديد في حي الوعر آخر أحياء الثوار في مدينة حمص وتحت الاستهداف المدفعي، وذلك رغم هدنة مفترضة بإشراف دولي. حي الوعر بين وعود أممية ومأساة إنسانية، في تقرير مركز حمص الإعلامي. يبدو أن حجارة حي الوعر المحاصر كانت كفيلة بتحطيم خطة ديمستورا وتفتيت هدنته الساذجة التي من المفترض لها أن تكون خلاصا للسوريين من العودة الحتمية للعصر الحجري أو ربما الديناصورات. فديمستورا شخصيا ورئيسة مكتبه السياسي خولة مطر عجزوا تماما عن تحقيق هدنة يمكن القول عنها أنها نموذج مصغر لهدنة سوريا. فحي الوعر المحاصر بمدينة حمص أرغم على التمدد تحت ظلال هدنتين دولية ومحلية حاول من خلالها إيقاف شلال الدم الذي صبغ عاصيه أحمر. وعلى ذكر اللون الأحمر هنا لا يمكننا المرور دون ذكر أفضال اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي شرفت الحي بزيارات تجاوزت تقاليد الزيارة ونسجت خيوطا جديدة لمسرحية إعلامية حققها الصليب الأحمر على حساب طبق من الوعود البراقة أقل ما توصف فيها أنها لا تمت للحقيقة بصلة. وتذهب ماجد الفليحي مديرة مكتب الصليب الأحمر في حمص وحماة إلى الريف وفي جعبتها انتصارات إعلامية من جهة وخيبة أمل حصدها سكان الوعر من جهة أخرى، لتبقى معادلة الحي الثورية مستحيلة الحل لدى النظام الذي يحاول المراوغة على الحي وسكانه بتخطي بند المعتقلين والمحاولات الحثيثة للتغيير الديموغرافي في تركيبة الحي السكانية. من جهته وجه مجلس محافظة حمص الحرة نداء استغاثة عاجل للمؤسسات الدولية لإنقاذ حي الوعر من مأساة أقل ما توصف به أنها كارثية. ويبقى التساؤل هنا، هل النظام قوي فعلا لدرجة أنه أوقف منظمات العالم عن تقديم واجباتها، أم أن المنظمات الدولية حقا عاجزة تماما عن الضغط على نظام لا يلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولية؟ من مركز حمص الإعلامي محمد الحمصي، حي الوعر المحاصر. وللحديث في تطورات الأوضاع في حي الوعر بمدينة حمص ينضم إلينا من هناك محمد السباعي المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي. حياك الله أخي محمد. تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين. أخي محمد، بداية، ما هي آخر مستجدات الأوضاع في حي الوعر بحمص؟ طبعا يدخل الحصار الخانق حي الوعر، ندخل بشهره الثاني، حيث قوات الأسد أغلقت الطرقات ومنعت الدخول والخروج من وإلى حي الوعر المحاصر. طبعا كل هذا التصعيد وعودة الحصار بشكل شديد إلى حي الوعر وعودة عمليات القتل والقنص المستمر على شوارع حي الوعر من أجل الابتعاد عن ملف المعتقلين الذي وافق عليه النظام مسبقا، والنظام بدأ يتهرب من هذا الملف في هذه الفترات. طبعا الغريب بالموضوع أننا شاهدنا الأمم المتحدة هي الراعي الرسمي لاتفاق حي الوعر بين الثوار وقوات الأسد المتواجدين في مدينة حمص، ولكن هي تراقب هذا الحصار بصمت كبير، علما أن أعطينا الأمم المتحدة وأيضا الهيئة العليا للتفاوض أكثر من تقارير تثبت أن حي الوعر بدأ يظهر عليه لوائح الكارثة الإنسانية بسبب هذا الحصار الخانق الذي يفرضه نظام الأسد على أبناء حي الوعر. طبعا يوم أمس أصدر مجلس محافظة حمص الحرة بتوجيه نداءات استغاثة عاجلة موجهة إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى اللجنة العليا للتفاوض، مرسلا بأسماء مجلس محافظة حمص وأبناء حي الوعر الذين باتوا يرتقبون الكارثة الإنسانية حقيقية أصبحت على الأبواب على وشك أن يدخلها حي الوعر بعد هذا الحصار، إن استمر هذا الحصار أكثر بشكل كبير وشديد على هذا الحي. طبعا على أمل الاستجابة السريعة ومد يد العون لهم وإنقاذ ما تبقى من أطفال حي الوعر الذي يبلغ تعدادهم بما يقارب 100,000 نسمة، هم محاصرين داخل حي الوعر لا يستطيعون الخروج باتجاه أي منطقة أخرى في مدينة حمص. نعم،
بحديثك عن وفد الأمم المتحدة الذي من المفترض أن يشرف على هذه الهدنة، ما هي وجهة نظر أعضاء هذا الوفد حين يواجهون بهذه الخروقات والانتهاكات التي يمارسها ميليشيا أو تمارسها ميليشيا الأسد؟ طبعا هيئة الأمم المتحدة لم نشهد لها أي قرارات حاسمة ضد نظام الأسد وضد الموالين لنظام الأسد الذين اخترقوا هدنة حي الوعر أكثر من مرة. يعني هذا الأمر ليس هو الخرق الأول من نوعه لهدنة حي الوعر، كان هنالك خرق قنص أحد الشباب المتواجدين على أطراف الجزيرة السابعة منذ فترة، وهناك أيضا عمليات سقوط صاروخ من نوع أرض أرض على حي الوعر ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في الحي، ولكن وأيضا قنص امرأة منذ بداية الاتفاق في حي الوعر، ولكن لم نشاهد من الأمم المتحدة وأعضاء الأمم المتحدة قرار حاسم ضد نظام الأسد الذي يخترق بنود ليس فقط الهدنة المحلية في حي الوعر، وإنما يخترق الهدنة الدولية في السارية في سوريا. نعم، بموازاة القصف الذي تحدثت عنه أخي محمد على حي الوعر المحاصر، الحصار الخانق و يعني محاولة ابتزاز وإزعاج المدنيين الذين يحاولون الخروج من الحي أو إدخال مساعدات غذائية وغيرها إلى داخل الحي، ماذا عن ذلك؟ طبعا قوات النظام أغلقت الطرقات المؤدية إلى حي الوعر بشكل كامل ومنعت خروج ودخول المدنيين إلى حي الوعر. طبعا قوات الأسد منعت إدخال رغيف الخبز إلى حي الوعر، يعني حي الوعر الآن يشهد أزمة كبيرة متفاقمة إن كانت من المواد الغذائية التي أصبحت مفقودة من المحلات التجارية وأيضا المنازل داخل هذا الحي، وحتى رغيف الخبز أصبح حلم بالنسبة للعائلة، يعني العائلة عندما تحصل على عدد من رغيفات من أرغفة الخبز يعني تعد إنجاز كبير بالنسبة للعائلة، لأن قوات النظام منعت إدخال مادة الطحين إلى حي الوعر ومنعت إدخال أيضا مادة الخبز إلى حي الوعر، يعني أزمة إنسانية حقيقية ستحصل إن استمر هذا الحصار على حي الوعر. نعم، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي محمد السباعي، كنت معنا من حي الوعر في مدينة حمص، شكرا لك. حمص الوعر 7/9/2011 مظاهرة حشد رغم الحصار الأمني المشدد. الصدور العارية كهدنة حي الوعر بشكلها المصغر، تتهاوى وتتهشم الهدنة الأكبر بوقف الأعمال العدائية التي فرضتها الولايات المتحدة وروسيا، وتتكرر الخروقات من قبل ميليشيا الأسد بقصف مدن وبلدات الريف الشمالي لحمص بطريقة
تجعل من متابعة وتوثيق الانتهاكات عبثا. تقرير مراسلنا أنور أبو الوليد. بعد عملية عسكرية منيت فيها قوات النظام بهزيمة كبيرة على جميع المحاور، كان الريف الحمصي على موعد مع ما سمي بالهدنة، هدنة هشة منذ بدايتها، خروقات من قبل قوات الأسد هنا وهناك، تبعها محاولات لاستثمار ورقة الحصار واللعب على وتر سلاح التجويع. لم يستطع النظام إحكام الطوق تماما رغم محاولاته الحثيثة، فبدأ يفاوض عاجزا مقهورا. شروط الثوار كانت عالية مدعومة بثباتهم وانتصاراتهم القريبة، فضلا على أن الانسحاب الروسي جاء ليزيد طينة النظام بللا. النظام ما نفذ شيء من وقف إطلاق النار، المناطق اللي بده إياها ضل عم يخصفها وضل عم يحاول يقتحمها. يعني بإمكانك تعتبر ما في لا تهدئة ولا وقف إطلاق نار ولا شيء. مدينة البيسي 16/4 سادات مدينة. الاختراق العلني وعودة الطيران الحربي السوري للأجواء عاد من جديد، نقض هستيري لهدنة مزعومة وتخبط عسكري للنظام لا يجسده سوى استهداف عشوائي للمدنيين والمدنيين فقط، أملا منه في تكرار اسطوانته المشروخة واستنزاف الحاضنة الشعبية للثورة، الحاضنة نفسها التي جربت جميع أنواع الموت وأيقنت أن لا موت أشد من بقاء نظام كهذا حاكما للوطن السوري المعذب. أنور أبو الوليد، لقناة حلب اليوم، ريف حمص. طيب إذا من رجع روحنا اسمعنا ماشي الله أرحال هاي مطردنا ماشي ختام هذه الحلقة من برنامج هنا حمص، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.